وخرخو تزد شوي نهاد شن مرة هي توقع قا كولي السيرور قا كذا مش غاتش ما يسوم يودان مش غاتش ندايسوم وهنا رمضان نيدات مش غش نرى رمضان نيدات مش غيش واتقول قا انت زدارو حوريا النعيد ها اذا اختبان الهراشة ثمار قادش قاغت واشي تقع الهراش ايشن العبادة ايشن القربة بسم الله الله اكبر سندمين تغارس تغاس سوفوس النش سميذ خاس سوفوس النش هذا كيشن يوم عظيم بعد الصلاة بعد الخطبة بعد الدعاء نرمذ كذو تكون يستيرو نرمى نزدن بدن في السفخ حوري النعيد عاود كذا قسم وقسم وفعل سمو ايش مرات كان جيو في العبادة كان بغي نضيقوا على الناس زعما نصحوهم ونوجههم ونبوا لهم الأخطار والأضرار ديال أكل اللحم زعما الناس راه صباح العم زقميد كان وذان تتن نعان نعيد يطايا قيسوم يتمشري ويسوم يتقع الشيس الشوا يتمنسي ويسوم يتصبعت خويسوم عما سني جنواسي قسط وما غوري يزر غوض بيب طيب واتتبر حرامها وشو واتهجش كوليسترول ذوينة ذوينة بعد شي وقرم ميدن ان شاء الله سيدا باش يعافس كلشي شي عافش تنجيو العبادة تنبدو شي مرة نضيقوا على عباد الله طيب من سنة النبي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لا يعني أننا تنكروا الطيب ولا تنكروا نعم الاعتدال والتوازن وكذا راه كاين ولكن ما نعطيوش كاع ذاك الضخامة ديال بقاو نهولوا على عباد الله زعما كي حورين نعيدا شي نغط حورين نعيدا شي نغط ودي خار فرح تسفسي كلشي فرح تنشوا تسفسي كلشي غيوذان خلينا من الناس اللي شبعانين واكلين صباح وعشية ومبرعين واللحم بالنهار وبالعشية نهار اللحم نهار الدجاج نهار الحوت نهار البيبي نهار ما عرف شنو وما في لا كولي مالك ما تسيد دارش كرا حورين عيد تسبب لك